شكرا لكم على هذه المعطيات، وسنعود إذا مشاهدينا إلى الندوة الصحفية المباشرة حالما تنطلق من قصر المؤتمرات. شكرا السيد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. إذا الحدث اليوم في تونس استحقاق سياسي جديد خضته بتوجه الناخبين في الداخل وقبلها في الخارج لاختيار رئيس جديد للبلاد في انتخابات رئاسية سابقة، أوانها موعد يؤسس عبر صناديق الاقتراع لمرحلة جديدة في عمر البناء الديمقراطي ومواصلة ترسيخ ثقافتها فكرا وممارسة. تمام السادسة مساء، وسدت الأبواب رسميا في مراكز السيادة الانتخابية معلنة انتهاء مرحلة الاقتراع ودخول أخرى نحو إزالة الغشاوة عن مسار السباق الرئاسي. فالبلاد عدلت ساعتها على هذا الاستحقاق مآلة وأمال. عمري فوق المية، يعني زيت بس نختار الرئيس. يحيى ولاد هي، يحيى حبابه واهل هي. الله اليوم خير من البارح، ان شاء الله غدوه خير من اليوم. وسيف وسام تاع تونس، فهمت كيفاه؟ وحد ما يحكم فيك، حد ما ياثر عليك، فهمت؟ وان شاء الله ربي يجريها على السلاح. جبت ولدي معايا باش يشارك ويشوف كيفاش الديمقراطيه اللي نحن قاعدين نعيشوا فيها. كل كان نحطوا يدينا في مع بعضنا والبلاد هذه نقوموا بها. انتخابات سادسة اليوم في عداد المسار الديمقراطي بعد تأسيسية وتشريعية ورئاسية من دورتين وبلدية فرئاسية سابقة لأوانها. موعد تراوح المشهد فيها بين صفوف متراصة ونسق إقبال سار بوتيرة منظمة نحو أداء الحق واحترام الواجب. كل واحد باش يقوم بواجب ويختار اللي يراه مناسب ليه، لأن بعد اللي باش ينجح وتنجح تونس وتنجح الديمقراطية إن شاء الله. نأدي واجب الانتخابي، حبيت الناس الكل تجي زادة، خاطر فريمون يلزم الناس الكل تنتخب باش نختاروا الرئيس اللي نحبوا عليه. الوطنية أول حاجة، ثاني حاجة باش يعطي الصوت نتاعه ويكون راضي. الانتخابات حاجة مهمة في حياة أي تونسي، معناها خاطر باش تعطي صوتك، واي انسان صوت هذاك من بعد احنا نجمو نطالبوا به في الانتخابات، معناها نشوفوا الرئيس اللي يمثلنا. مدرسة هذيا قريت فيها انا، والقاعة اللي صوت فيها قريت فيها سنة أولى، معناها بعد سنين وسنين باش دخلت لها ثاني مرة، معناها فهمت؟ واجب يلزمنا الكل ننتخبوا، يلزمنا الكل نقفوا تونس، ان شاء الله نعرفوا من نختاروا. في تونس الأعماق أريافا ومناطق سكنية صغيرة ومتوسطة ومجموعات بشرية متناثرة على طول جغرافيا البلاد لا يختلف المشهد، فالمشترك الوطني المواطني قاسم بين الجميع. ليش الناس كل تنتخب وتخير اللي يخدم البلاد، وان شاء الله ان شاء الله موافقين، ان شاء الله تونس بخير، وان شاء الله نحبوا لها كل الباهي. ننتخبوا المره اللي فاتت زاد انتخبنا، دي كل عام ننتخبوا، ان شاء الله العقبه خير. خاض التونسيون اختبارا جديدا بانتهاء مرحلة التصويت التي تمثل ثلاثة أرباع الطريق الانتخابي، لينفتح الزمن الانتخابي الآن على ثنائية العرف الديمقراطي، الانحياز للمرشح عند الانتخاب وقبول تسيد الصندوق عند النتائج. إذن جولتنا عبر هيئات الانتخابات الفرعية نستهلها من تونس واحد مع مفادة الأخبار أماني طرهوني. إذن أهلا بك أماني، هل لديك معطيات جديدة رسمية عن تقدم عمليات فرز الأصوات؟ أهلا بك سامية. إذا تتجه أنظار التونسيين والعالم لمتابعة نتائج هذه الانتخابات. نحن الآن في هنا قاعة للفرز بالحي الأولمبي كما تشاهدون، إذا فريق للعد الآلي، كذلك مكتب لمداولات مجلس الهيئة. كذلك في هذه القاعة هناك هذه الورقة التي هي عبارة على ورقة لكشف نتائج مركز الجمع بتونس واحد. طبعا عملية الفرز كانت قد انطلقت منذ قليل إلكترونيا، وربما تصل الصناديق في حدود الساعة 9، يعني بعد لحظات. للمزيد من التفاصيل يحضر معي سيد صالح الرياحي رئيس الهيئة الفرعية تونس واحد. أهلا بك سيد صالح، مزيد من التفاصيل ربما على عملية الفرز وسير العملية الانتخابية كاملة اليوم. أهلا وسهلا. يعني هذا العام يعني تم تغيير في يعني فيما يخص الفرز، فاحنا يعني كل هيئه فرعيه عندها بريد الكتروني رئيس يعني المركز. لما يتم اتمام عمليه الفرز يقوم بتصوير محضر الفرز ويتم يعني ارساله الكترونيا. احنا
معناتها يقع يعني التثبت من بعض مع التطابقات. اذا كان يعني اذا كانت مع التطابقات ملائمه فما احنا نجم نعتمدوه وقتين ويبداو في عمليه العد اليدوي والالي كذلك. اذا كان التطابقات غير متلائمه بطبيعه الحال ننتظر وصول الصناديق. هذه العمليه ذي انها من شانها ان تسرع بطريقه معناتها كبيره ياسر، خاطر في السابق كنا ننتظر الساعات الطوال حتى وصول الصناديق اللي معناتها يامنها الجيش الوطني. فان شاء الله العمليه تتواصل حتى يوم غد. اي ان شاء الله بالطريقه هذه ان شاء الله سيتم الاعلان مع النتائج بطريقه اسرع بكثير من يعني من التجارب السابقه. من المفترض الوقت حسب التقدير ان شاء الله اذا كان الامور صارت كما خطط لها، ان شاء الله عمليه الاعلان عن النتائج فيما يخص دائرة تونس واحد نكملوها إن شاء الله غدوة. شكرا جزيلا لك سيد صالح. إذا تتواصل عملية الفرز هنا في الحي الأولمبي ونحن هنا لمتابعة المستجدات طبعا. شكرا لك أماني وشكرا لضيفك على هذه التفاصيل. وفي فرنسا توجه التونسيون المقيمون هناك منذ ساعات الصباح الأولى إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جمهورية جديد وأداء حقهم الانتخابي. منذ ساعات الصباح الباكر اصطف التونسيون لليوم الثالث على التوالي أمام مراكز الاقتراع في فرنسا بدائرتيها الشمالية والجنوبية للمشاركة وللإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار رئيس يمثلهم خلال السنوات الخمس القادمة. عملية الاقتراع تمت وسط أجواء طبيعية بحضور مراقبين دوليين ومحليين وممثلي المرشحين والأحزاب. ديجا الاستحقاق الانتخابي اون جينيرال حاجه باهيه، خاطر حاجه ما كناش نعيشوها قبل، دونك صافي بليزير الواحد يجي فوتي اي يشوازي العب اللي يحب عليه. ونحن كمواطنين بالخارج صحيح اوني لوان مي تونس انو كونسيرن ميم سي هي بعيده علينا، ما نحن ديما نروحوا لتونس ونمشيو لتونس وديما نتابعوا شنو قاعد يصير في تونس. نسبة كبيرة من الناخبين اعتبروا مشاركتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي مبعث فخر لهم، كون تونس تعتبر من الدول العربية القليلة التي تسمح بمشاركة جاليتها في الانتخابات خارج حدود الوطن في الوقت الذي رصد فيه استياء كبير من قبل مواطنين قاموا بالتسجيل ولكن لم يجدوا أسماءهم في السجلات. فماش اسمك، ماكش مقايدة لهنا، كيفاش يا ولدي أنا سجلت روحي 2014؟ قال لي لا مش مسجلة في بنزرت في تونس. عملية فرز الأصوات انطلقت بعد إغلاق كل المراكز الانتخابية في فرنسا بحضور المراقبين، وسيتم إرسال النتائج لغرفة عمليات الهيئة لتوثيق المحاضر. النتائج تطلع تقريبا حتى الماضي الثلاثة ولا الماضي ساعتين متاع الليل آخر المكاتب، خاطر ماهمش في نفس العدد متاع الناخبين. ثم الهيئة الفرعية تنظم هذا الكل وتعمل محضر فيه النتائج النهائية وتبعثه للهيئة المركزية في تونس. مهما كانت النتيجة فالأهم بالنسبة للتونسيين في المهجر هو ممارسة هذا الحق المدني الذي يختزل أسمى معاني الديمقراطية، على أمل أن يكون الرئيس الجديد لتونس جامعا لكل التونسيين بما فيهم تونسيو المهجر. سيرين العماري للتلفزة الوطنية التونسية باريس. أجواء تونس الانتخابية في عاصمة الأنوار باريس تنقلها لنا مشاهدينا الآن مراسلة التلفزة التونسية هناك سيرين العماري. إذن أهلا بك سيرين، هل لديك معطيات جديدة أو أرقام أولية رسمية صادرة عن الهيئة الفرعية فرنسا واحد، أو وصلتك أخبار من هيئة فرنسا اثنان بمرسيليا حول تقدم عملية فرز الأصوات وغلق مكاتب ومراكز الاقتراع؟ أهلا بك زميلتي. طبعا على الساعة السادسة مساء تم إغلاق كافة مراكز الاقتراع بفرنسا بدائرتيها الشمالية والجنوبية، وتم تسجيل نسب اشتراك أو نسب اقتراع بحوالي 35% بفرنسا الشمالية وبنسبة 15% بفرنسا الجنوبية. وبعد غلق المكاتب والمراكز بدأت رسميا عمل
عملية فرز الأصوات. وطبعا في هذا الموضوع معي ضيفي السيد أنور شواط رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بفرنسا الشمالية ليحدثنا عن تفاصيل هذا الموضوع. سيد أنور أهلا وسهلا بك معنا في نشراتنا الخاصة لتغطية الانتخابات. لو تحدثنا كيف تمت عملية فرز الأصوات في هذا المكتب وغيره من المكاتب في فرنسا الشمالية؟ تم غلق المكتب حوالي 6 مساء، فبدأوا معناتها في المكتب الملاحظين والمراقبين للمؤسسات الدولية يترقبون، وأعضاء المكاتب مع رئيس المكتب فتحوا معناتها الصندوق وبدأ الفرز بعدد أوراق التصويت والتثبت من التصحيحات الموجودة في سجل الناخبين حتى تكون مطابقة ما بين التصحيحات وأوراق التصويت، ثم فرزهم بالمترشح مترشح بمترشح حتى يتم هذا حوالي نص ساعة قبل هذه النشرة. وتم الآن معناتها فرز تقريبا 20% من المكاتب بفرنسا الشمالية، وأحنا تو في نظن أن تتكمل هذه العملية بعد حوالي نصف ساعة أو ساعة أخرى تكون كل المكاتب في فرنسا الشمالية يتم فرزهم وتكون النتائج الأولية. ومتى سيتم الإعلان عن هذه النتائج الأولية؟ عندما معناتها تكون مع مركز التجميع ليس بباريس ولكن بتونس، وانا هم في الهيئة العليا المستقلة، يكون هنا إعلان عن النتائج الأولية عندما يتم التجميع ويكون التثبت من كل البي في معناتها الموجودين من كل البلدان الموجودين في فرنسا، ثم تعلن الهيئة النتائج الأولية. نعم. إذن شكرا لك سيرين وشكرا للضيف الكريم على كل هذه المعطيات. ولليوم الثالث على التوالي وهو اليوم الأخير وصلت الجالية التونسية بإيطاليا اليوم عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية السابقة أوانها لتعكس الصور القادمة من روما منذ ساعات حضورا شبابيا بارزا رافق ارتفاع نسبة الناخبين المصوتين اليوم الأحد هناك. إقبال متزايد شهده اليوم الثالث والأخير في عملية الاقتراع التي تجري في إيطاليا في إطار الانتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها، بعد يومين لم تتجاوز فيها نسبة الإقبال 2%. فمن خلال 76 لجنة في إيطاليا كلها، منها 16 لجنة في روما وحدها، توافد المواطنون التونسيون للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحهم من بين 26 مرشحا لرئاسة البلاد. الإقبال اليوم كان يعني نحكي على روما بطبيعة الحال، بمكتب روما المركز متاع روما اللي هو مقسم إلى روما واحد وروما اثنين. بالأمس نعطيك بالأمس بعض الأرقام، كانوا 55 ناخب واليوم كانوا يعني 83، فيعني عندنا لأن نحن نقوم بعملية تحيين كل ساعتين للهيئة العليا المستقلة إلى تونس، فيعني عندنا أرقام تعطي كل مرة تحيين ومقسم طبعا هذا حسب الجنس يعني رجال ونساء. واليوم عندنا في روما واحد 138 ناخب، وفي روما اثنين عندنا يعني 114. وفيما يخص عدد الناخبين إجماليا عندنا قرابة يعني 60,000، هما 57,000 ناخب. المكاتب الاقتراع العدد متاحة والمراكز إجمالا يعني في إيطاليا كاملة عندنا 76 مكتب. انتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها خطوة جديدة على طريق الديمقراطية، يشارك التونسيون المقيمون في إيطاليا أيضا في إنجازها ويحرصون على حيادتها ونزاهتها. مجدي عنبر للتلفزة التونسية روما. نشرتنا متواصلة مشاهدينا وتشاهدون فيها بعد قليل. الطالبة مريم الملاح تدلي بصوتها لأول مرة في الاستحقاقات الانتخابية ومشاعر مختلطة بين الفخر والتأثر. We'll be right back.
نعود من جديد مشاهدينا الكرام، هذه المرة نعود إلى جولتنا عبر الهيئة الفرعية عبر تراب الجمهورية. معنا الآن مراسل الأخبار من دائرة نابل واحد الزميل الهادي البحري. أهلا بك هادي، هل لديك معطيات جديدة أو أرقام حول تقدم عملية الفرز أو حول عملية غلق مراكز ومكاتب الاقتراع في الدائرة الانتخابية نابل واحد؟ نعم سامية، تحية عطرة لكل المشاهدين. إذن ربما كانت الساعة والنصف الأخيرة كانت حاسمة بالنسبة للانتخابات الرئاسية الاستثنائية في نابل، فمنذ الساعة الخامسة تقريبا كانت نسبة الاقتراع حوالي 33.7%، لكنها بعد قليل ارتفعت إلى حوالي 59%، بما يعني أن هناك 157,646 ناخبا انتخبوا واقترعوا، يعني من بين 264,288 من المسجلين. ربما لاحظ شيئا ما أنه الساعات الأخيرة كان هناك قبل خمس دقائق أو ربع ساعة من غلق أبواب المراكز ومكاتب الاقتراع، كثير من الشباب وكثير أيضا من النساء والرجال هرعوا إلى هذه المراكز للإدلاء بأصواتهم. الأمور كانت نستطيع أن نقول كانت أمور طيبة جدا والأمور عادية وبانسياق سلس جدا في نابل واحد، ونحن الآن في المركز الرئيسي إن صح التعبير للفرز للقيام بالعملية الفرز، ونحن في انتظار قدوم الصناديق الاقتراع لتقوم بالعملية الفرز النهائية إلى حد اللحظة، وأيضا في انتظار الشاحنات الجيش الوطني لإعطائنا الصناديق في هذه البحري. اللحظة تحديدا. مراسلة الفزة التونسية، كنت معنا مباشرة من الهيئة الفرعية أو من مركز الفرزة التابع للهيئة الفرعية نابل واحد. إن شاء الله تكون المعطيات إيجابية أيضا. الآن في صفاقس واحد ننتقل إلى الزميل قيس هماني. أهلا بك قيس، هل لديك معطيات جديدة فيما يتعلق بغلق مكاتب الاقتراع ونسب الإقبال على التصويت وتقدم عمليات الفرز؟ تفضل. اهلا وسهلا وتحيه طيبه للجميع. نحن الان بالقاعه الرياضيه بالشيحيه حيث مركز الجمع ومركز التجميع والفرز للدائره الانتخابيه صفاقس واحد. كما هو متوقع تسارع نسق المشاركه في الانتخابات والتصويت منذ حوالي الساعه الرابعه من هذا المساء، لتبلغ نسبه المشاركه في دائره صفاقس واحد اكثر من 60%، فيما بلغت في صفاقس اثنين اكثر من فاقت 50% بقليل. نحن الآن في مرحلة اللمسات الأخيرة لورقات كشف النتائج، خلفي ثماني ورقات نتائج تنتظر وصول 570 صندوق من مكاتب الاقتراع التابعة للدائرة الانتخابية صفاقس واحد، ومثلها أيضا في القاعة الرياضية رائد البجاوي بالدائرة الانتخابية صفاقس اثنين، حوالي 630 صندوق سيردون اتباعا عن طريق وسائل الجيش الوطني لتضمين هذه الكشوفات مختلفة النتائج التي سترد. طبعا هي بالتوازي بين هذا الجمع اليدوي والفرز اليدوي، هناك أيضا مراسلات عن طريق المراسلات الإلكترونية، مما قد يجعل معرفة النتائج ومعرفة الإحصائيات الأولية أقرب ما يكون، يمكن أسهل من الانتخابات الماضية. هذا ما لدينا حتى ساعة في انتظار أن نبدأ باستقبال أولى الصناديق. شكرا زميلي على هذه المعطيات، كنت مباشرة معنا من مركز تجميع وفرز صفاقس واحد. إذن 15 سبتمبر موعد مفصلي في تاريخ تونس، توجه فيه التونسيون بمختلف شرائحهم العمرية إلى صناديق الاقتراع، بينهم الطالبة مريم الملاح التي تدلي بصوتها لأول مرة. تقدمت نحو مكتب الاقتراع بخطى ثابتة، أصرت إلا أن تكون حاضرة اليوم في هذا الحدث الانتخابي حتى تمارس حقها، متكبدة مشق السفر من تونس نحو مدنين حتى تشارك كشابة في هذا الاستحقاق الانتخابي لأول مرة. استنى فيها من وقت الثورة مليانة صغيرة نحلم، وقت اللي شفت الانتخابات الأولى كيفاش بابا وامي جاوا ينتخبوا حبيت معناها نجرب ننتخب. ديجا نهارت اللي جاوا وما جيت معاهم لهنا، واليوم أنا نقرأ في تونس، جيت البارح
معناها جست باش نجي ننتخب ونش نروح اليوم إن شاء الله. هي اختارت مترشحها للرئاسية بكل شفافية، وشعورها بالإدلاء بصوتها كان خاصا بالنسبة إليها. كل نرعشته حسا بحاجة كبيرة على الأخر، غريب ويخليك فرحان على الأخر. أنت قاعد تصوت معناها قاعد تساهم مباشرة في أنك تبني بلادك. مريم الملاح شابة من جملة عدد من الشباب ممن توافدوا على مكاتب الاقتراع، ودعوة من خلالهم إلى الناخبين الشباب للإقبال على التصويت. هذه خطر الخطوة الأولى اللي نجمو نعملوها باش نوصلوا لتونس اللي احنا نحلموا بها. دونك حتى لو كان حاجة صغيرة، حتى لو كان ما تشوفوش فيها برشا معناها آفاق وأمل، أما حتى كل أمل الصغيرة ذيك مساش أعطيه فرصة. مريم وأمثالها من الشباب في ولاية مدنين وتونس ككل، ممارستهم لحقهم الانتخابي يرونها مسؤولية تجاه وطنهم. كبار سن وذوو الإعاقة كانت لهم كلمتهم أيضا خلال استحقاق 15 سبتمبر الرئاسية، إذ رصدت كاميرا الإخبار إقبال ناخبين منهم على مكاتب الاقتراع رغم وضعهم الصحي وكبار سنهم لأداء واجبهم الانتخابي. قد يطول الانتظار أمام مكتب الاقتراع لأنها لا تقوى على الوقوف للحظات في الطابور، لكن المناسبة الوطنية تدفع هذه الناخبة كغيرها ممن بكروا بالقدوم إلى مركز التصويت لأداء الواجب. أيها الناس، كان أنا مواطن تونسي، فهمتني؟ وإن شاء الله يجينا واحد اللي يعاوننا ويقيم البلاد. لا، الحق يرحم والدي من الناس على بجلوني. واجب ولي لازم كما يقولها. تونس كان أنا أعطيتها عيني، قال حادث أنا شغل. باش خرجنا بابور بكري نخدم السطام. انا تونس كان نقل زين نعطيها سقايه ويداي مش صرفه. نور الدين احد الناخبين ممن لفتوا الانتباه واثاروا دهشه الجميع في مركز التصويت هذا حينما تحدى المرض وقدم مصحوبا بجهاز التنفس الاصطناعي من اجل ممارسه حقه في اختيار المترشح الذي يثق في ان يكون الافضل لمصلحه البلاد. الوطنيه تفوت كل شيء اختي، ونكونوا لا مرضى ونكونوا حاجة. علاش؟ لأنك لما تعطي الصوت متاعك إن شاء الله فيه إصلاح باش يصير للبلاد. ضرب هذا الناخب مثالا في الحرص على المشاركة في العمل الانتخابي كهذه المسنة التي اعترضها لدى مغادرته مركز الاقتراع. هي في عقدها 80 تغلبها دموعها خشية أن تمر هذه المناسبة دون أن تدلي بصوتها. الحانة اللي جيت أقول يا ربي إن شاء الله دخلت لك النهار وانتخب اللي نحبه. كثيرة هي الصور التي تثلج الصدر في هذا الاستحقاق الدستوري والسياسي، تثبت أن حب الوطن ليس شعارا وإنما ممارسة. المترشحون للرئاسة أدلوهم أيضا بأصواتهم اليوم وأتوا حقهم الانتخابي وأدوا واجبه، فيما تخلف اثنان منهم لأسباب معلومة، ورافقت كاميرا الأخبار حضورهم بمكاتب الاقتراع لاختيار رئيس جمهورية جديد. ناخبا ومترشحا في نفس الوقت، تقدم اليوم المترشحون للانتخابات الرئاسية لأداء واجبهم وحقهم الانتخابي في عدد من مناطق الجمهورية. ففي غار الدماء من ولاية جندوبة أدى المترشح للانتخابات الرئاسية منجي الرحوي واجبه الانتخابي، فيما أدى المترشح للسباق الرئاسي محمد عبو واجبه الانتخابي في الوردية من ولاية تونس. وفي المنزه من تونس العاصمة أيضا صوتت في الانتخابات الرئاسية المترشحة عبير موسي، وصوت بالمناسبة ذاتها المترشح محمد لطفي المرايحي بمعتمدية حيدرة من ولاية القصرين. المترشح لرئاسية 2019 المهدي جمعة صوت بدوره في أحد مراكز الاقتراع بميتويل فيلا بتونس العاصمة. وفي معتمدية سوسة جوهرة من ولاية سوسة صوت المترشح حماد الجبالي للانتخابات الرئاسية. وبالمنار واحد من تونس العاصمة اقترع اليوم المرشح للسباق الرئاسي حمال همامي. أما بالقنطاوي من ولاية سوسة صوت المترشح محمد المنصف المرزوقي في الانتخابات الرئاسية. المترشح عبد الكريم الزبيدي أدى بدوره واجبه الانتخابي بحمام سوسة من ولاية سوسة.
فيما صوت المترشح للانتخابات الرئاسية محسن مرزوق في منطقة المنار في تونس العاصمة، وبنفس المناسبة وفي منطقة السودان من ولاية سيدي بوزيد صوت المترشح محمد الصغير النوري. المترشح للسباق الانتخابي المقيم بالخارج محمد الهاشمي الحامدي أدى واجبه الانتخابي في لندن. وفي ضاحية المرسى من العاصمة صوت المرشح عبد الفتاح مورو في الانتخابات الرئاسية. وفي تونس العاصمة أيضا وتحديدا في رأس الطابية صوت المترشح عمر منصور. أما في ضاحية المرسى من تونس العاصمة أدى المترشح يوسف الشاهد واجبه الانتخابي، كما صوت في السباق الرئاسي المترشح قيس سعيد في حي النصر 2 من تونس العاصمة. الغزالة من ولاية أريانا الشمالية كانت مكان تصويت المترشح إلياس الفخفاخ. أما المترشحة سلمى اللومي فقد أدت واجبها الانتخابي في معتمدية نابل من ولاية نابل، كما أدى المترشح سعيد العايدي واجبه الانتخابي في رئاسية 2019 في ضاحية سلامبو بتونس العاصمة. وفي معتمدية الكتار من ولاية قفصة أدى المترشح أحمد الصافي سعيد واجبه الانتخابي. المرشح ناجي جلول صوت بهذه المناسبة في رياض الأندلس من ولاية أريانا. وفي تونس العاصمة وتحديدا في ضاحية حلق الوادي صوت المترشح حاتم بولابيار في السباق الرئاسي. في الوردية من ولاية تونس أدى المترشح عبيد البريكي واجبه الانتخابي في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. وفي باب جديد في تونس العاصمة صوت المترشح سيف الدين مخلوف. كذلك اختار القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر صباح اليوم مرشحه المختار بين 24 في الانتخابات الرئاسية السابقة أوانها بمركز الاقتراع مدرسة 20 مارس بسيدي بوسعيد. الناصر أكد أنه من واجب كل تونسي المشاركة في هذه الانتخابات تكريسا لسيادة الشعب وعلوية القانون، لافتا إلى أن الأجواء الانتخابية كانت ممتازة، ما يؤكد تمسك التونسيين بالديمقراطية، مشددا على أن هذا الاستحقاق الانتخابي يجب أن يحسن صورة تونس لدى الدول جميعا. وقد أكد رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان خلال قيامه بواجبه الانتخابي، أكد أن هذا اليوم هام لتحديد المسارات الذي ستنتهجه تونس في تركيز الديمقراطية ومؤسساتها. تونسيون من كافة الاختصاصات المهنية ساهموا ويساهمون منذ سنوات في تجربة تونس الديمقراطية، اختاروا أن يؤدوا أدوارهم ضمن فرق عمل هيئات الانتخابات، ضاربين موعدا مع الممارسة المواطنية المسؤولة التي تكرس الفعل الديمقراطي في تجلياته العديدة. المربيان بوختي والغرياني وفاطمة القليبي ممثلان من قطاع التعليم لهؤلاء المواطنين المنخرطين في هذا المد. يرشد الناخبين تارة ويراقب سير عملية الاقتراع بالمكاتب طورا آخر، وبين هذه وتلك لم تخف حركة أختي والغرياني رئيس مركز الاقتراع المدرسة الابتدائية قنطرة بن زرت. بختي والذي يمتهن التدريس منذ سنين لم يمنعه انتماؤه لمجال التعليم من أن يشارك في العمليات الانتخابية، إيمانا منه أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لممارسة الديمقراطية. نعمل بكل جهد لجعل الانتخابات معناها شفافة ونزيهة وحرة، لأن هي عماد الديمقراطية ويلزمنا ننجحوها، يلزمنا ننجحوها بكل مجهوداتنا. بوختيوة لم يكن المربي الوحيد المشارك في العمليات الانتخابية، ففاطمة القليبي هي بدورها أستاذة تعليم ثانوي منذ سنين ورئيسة مركز اقتراع المدرسة الابتدائية تانيت غرتاج. واحد من حقه باش يساهم في خدمة الشأن العام نتاع بلاده، وشأن العام مش بالضرورة شأن العام السياسي، من جملتها الانتخابات. شاركوا من الناحية الاجتماعية، من الناحية الثقافية، وما دام حدث تاريخي كيف هذا من باب نمارس في مواطنتي علاش لا. رئاسة مراكز الاقتراع لم تكن تجربة أولى لبختي وفاطمة، إذ شارك في انتخابات 11 و2000 و14 و2000، وقرار تكرار التجربة بالنسبة إليهما كان لسببين مختلفين. شكون واحد ما عندوش كل الحماس هذاك باش يشارك في حاجة تاريخية في بلاده، وتقعدوا حتى ناريخ سوفينير، واحد نكبر نولي عزوزة، حتى اللي بادج الكل خبيتهم، أنا نحب نخليهم يقول أمه عملت حاجة لبلادي. أنا كمربي مربي أجيال، ربيت أجيال، ونحب الأجيال هذه اللي كبرت ونحبها أيضا تتشبع بالديمقراطية، والديمقراطية هي تتمثل خاصة
في الانتخابات. بين من اعتبر الانتخابات السبيل الوحيد لممارسة الديمقراطية ومن اعتبرها ممارسة لحق المواطنة، اختلف بختيوة وفاطمة في الرؤية والرأي، ولكنهما اجتمعا على خدمة الوطن. العالم ذاك عنده حق علينا، راه لازمنا نخدموه. إذا نعود الآن إلى الاستوديو مشاهدينا الكرام لنستعرض في أرقام أهم ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي مع الزميلة زينة المليكي. تفضلي زينة. شكرا لك سامية، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه المساحة الإخبارية التي سنحاول من خلالها أن نتوقف عند بعض المؤشرات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي للرئاسية، ونبدأها بالمحور الأول والمتعلق بالاقتراع. فقد بلغت نسبة المشاركين في الاقتراع اليوم عدد المشاركين اليوم في الاقتراع حوالي 2,700,000 ناخب، بنسبة الاقتراع أكثر من 40%. عدد مراكز الاقتراع في الداخل هي 4,600 مركز اقتراع و 300 مركزي اقتراع في الخارج، موزعة على دوائر 33، 27 منها بالداخل وست دوائر بالخارج. بصفة استثنائية خصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعض مراكز الاقتراع بتوقيت استثنائي. من هذه المراكز 20 مركزا في قفصة و150 مركز اقتراع 105 مراكز اقتراع في القصرين من 10 صباحا إلى 4 بعد الزوال، وذلك لقرب هذه المراكز من مناطق عسكرية مغلقة. نمر إلى المحور الثاني والمتعلق بعدد المسجلين الذي بلغ 7,155,000 ناخب، بزيادة قدرت ب1,490,000 ناخب مقارنة بالاستحقاق الانتخابي الفارط ألا وهو الانتخابات البلدية. نسبة المسجلين الجدد تتوزع كالآتي: 30% من المسجلين هم من الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، و70% من المسجلين هم من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة. عدد المسجلين بالخارج هم حوالي 387,000 ناخب أغلبهم بأوروبا، وكما هو معلوم فقد بدأوا عملية الاقتراع منذ يوم 13 من سبتمبر وتواصل إلى غاية اليوم. نمر الآن إلى المحور الثالث والمتعلق بالمترشحين. عددهم 26 مترشحا من بين 97 تقدموا بمطالب إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. من بين المترشحين 26 امرأتان تخوضان لأول مرة غمار الرئاسية لسنة 19 و2000. هذه ورقة الاقتراع كما وجدتموها اليوم في مراكز الاقتراع أنتم الناخبون. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تغير في ورقة الاقتراع رغم الانسحابات المسجلة من بعض المترشحين، باعتبار أن هذه الورقة لم تؤثر قانونا في العملية الانتخابية. بالنسبة إلى تغطية التلفزة الوطنية لهذا الاستحقاق الانتخابي وتحديدا إلى الحملة الانتخابية للمترشحين، فقد قامت التلفزة الوطنية بتغطية تقليدية تقوم على المساواة، لكن الجديد هي أنها نظمت ثلاث مناظرات تلفزية. هذه المناظرات كانت تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، التي ضمنت في قرار مشترك بعض الضوابط لهذه المناظرات. بالنسبة إلى ما حظي به المترشحون من توقيت في الحملة الانتخابية على التلفزة الوطنية، 14 دقيقة لكل مترشح في المناظرات، وست دقائق وثمانية وعشرين ثانية لكل مترشح في الأخبار، ودقيقة ونصف تعبير حر. هذه المناظرات لاقت استحسان العديد في الداخل والخارج باعتبارها تساعد الناخبين خاصة المترددين منهم على تحديد اختياراتهم. إلى هنا ينتهي مضمون هذه الورقة الإخبارية، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء. سبعة وأربعين فاصل ثمانية وثلاثين بالمئة.
تونس 2 مسجلين فيها 314,034 اللي انتخبوا منهم هو 183,910 أي بنسبة مشاركة 58.56%. بن عروس عنا فيها 361,187 مسجل انتخبوا فيها 179,115 بنسبة 49.59%. أريانا فيها 308,006 مسجل انتخبوا منهم 178,961 شخص أي بنسبة 58.10. تفضل سي فاروق من نوبة. الهيئة الفرعية بمنوبة، عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت 11,025 بنسبة 49.02%. الهيئة الفرعية بجندوبة نسبة المشاركة 34.30%، 110,252. الهيئة الفرعية بالكاف نسبة المشاركة 41.40%. الهيئة الفرعية بسليانة نسبة المشاركة 42.54%. الهيئة الفرعية ببنزرت نسبة الإقبال 49.93%. بيجا عدد الناخبين 47,892 نسبة الأقبال 22.82. نابل عدد الناخبين نابل واحد 142,604 نسبة الأقبال 53.97%. نابل اثنين عدد الناخبين 109,701 نسبة الإقبال 51.95%. زغوان عدد الناخبين 52,744 نسبة الإقبال 44.61%. تفضل سيدي القاسم. قيروان. القيروان عدد الناخبين 113,282 نسبة المشاركة 34.22%. القصرين الناخبين 95,547 نسبة المشاركة 33%. سيدي بوزيد عدد الناخبين 144,661 النسبة 48.18%. قفصة عدد الناخبين 78,750 النسبة 35.45%. في توزر نسبة المشاركة في الانتخابات 47.71%. قبلي عدد الناخبين الذين صوتوا 61,404 بنسبة 58.89%. سوسة نسبة المشاركة 51.88%. المهدية النسبة 38.28%. المنستير 40%. صفاقس واحد 49.41%. صفاقس اثنين 47.45%. جابس 39.56%. مدنين 39.53%. وتطاوين 41.78%.
نسجلوا لأعلى نسبة كانت في قبلي، أعلى نسبة مشاركة كانت في الدائرة الانتخابية بقبلي ب 58.89%، وأقل نسبة مشاركة كانت في الدائرة الانتخابية ببيجة ب 22.82%. بالنسبة لقبال الناخبين اليوم الثالث في حدود الساعة 6 بالخارج، العالم العربي وباقي دول العالم 27.3%، فرنسا 2، مارسيليا 16.2%، ألمانيا 18.9%، فرنسا 1، باريس 32.8%، أمريكا وباقي الدول الأوروبية 13.2%، وأخيرا إيطاليا 8.5%، المجموع 19.7%، ما يقارب 75.898 ناخب في الخارج. ومازال البيرو تاع سان فرانسيسكو اللي هو يسكر مع الأربعة تاع الصباح أبابري نهار 16 في الشهر غدوة الصباح. آخر مكتب السيد الرئيس. أي راهو صحيح هي نسبة التصويت 45.02%، لكن كما تعرفوا أنه ثم تسجيل العديد من الناخبين اللي هما وصل معناتها في تونس 6,658,513، وهكاكا ولا عدد المصوتين في الانتخابات الرئاسية 3,010,908 صوت. نعاود 3,010,908 مصوت. تفضل سيد رئيس. شكرا لكم، مرحبا بكم. كان فما تساؤلات نحن تفضل تفضل مدام. إذن وفي مواكبتها الانتخابات الرئاسية سابقة أوانها بمختلف مراكز الاقتراع، أكدت كل من بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثة مركز كارتر الأمريكي لملاحظة العملية الانتخابية ومراقبتها، أكدت أنها جرت في مناخ جيد وبهدوء. بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات الرئاسية في تونس بيّنت أن 100 ملاحظ التابعين للبعثة والمتواجدين في 41 مكتب اقتراع موزعة على 27 دائرة انتخابية لاحظوا أن الانتخابات الرئاسية جرت في أجواء تتسم بالهدوء وفي كنف احترام الترتيب المعمول بها، وذلك في كل مكاتب الاقتراع تقريباً. وقد أشار رئيس ونائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستيلدو إلى توفر كافة التجهيزات والمعدات الضرورية للاقتراع، مشيدا بما اتسم به عمل أعوان مكاتب الاقتراع من حرفية وانضباط في إدارة العملية الانتخابية، لكنه أكد في المقابل أن الملاحظين سجلوا عددا من الخروقات والنقائص. لاحظنا في ثلث مكاتب الاقتراع تقريبا وجود ممثلي عدد من الأحزاب ومرشحي الانتخابات الرئاسية، كما لاحظنا أيضا في مكتب واحد على 10 مكاتب غياب قائمة المترشحين للانتخابات وإن كانت إخلالات بسيطة. وفي سياق متصل بمراقبة الانتخابات الرئاسية، أفاد أحد قيادي بعثة مركز كارتر لمراقبة ومراقبة الانتخابات سلام فياض بأن التقارير الأولية الواردة من الملاحظين كشفت أن الانتخابات تسير على نحو جيد. اليوم 90 مراقبا في مختلف أنحاء تونس. بعد التقارير الأولية لغاية الآن عن كيفية سير العملية في المركز في المراكز المختلفة، وفيما تلقينا من معلومات نأمل أن تسير الانتخابات على نحو جيد، المؤشرات الأولية توحي بذلك، نأمل أن تتم كذلك. هذا يوم عظيم لشعب تونس ولتونس على مسار التحول الديمقراطي، ونأمل التوفيق. وفي انتظار التقارير التي ستقدمها بعثات الاتحاد الأوروبي ومركز كارتر لملاحظة الانتخابات، تم الإجماع على هدوء المناخ الذي جرت فيه العملية الانتخابية.
إذن وقبل أن نواصل مشاهدينا الكرام، نذكركم بأنه وفق الندوة الصحفية التي تنفذها الآن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن نسبة المشاركة تجاوزت أكثر من 3 ملايين ناخب تونسي في يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 15 سبتمبر 2019. إذن كذلك أكدت شبكة مراقبون أن الإخلالات المرصودة في الفترة الصباحية بالنسبة للانتخابات الرئاسية لا تتجاوز نسبة 1% في الدوائر الانتخابية جميعا. أكد رئيس شبكة مراقبون أن الإخلالات التي رصدتها الشبكة خلال الساعات الأولى من عملية الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية تعد مقبولة مبدئيا، حيث تم فتح مكاتب الاقتراع في موعدها وذلك بنسبة 97%. من 97% في المكاتب حلوا في الوقت، يعني بالنسبة لنا قبل 8:15 كانوا فتحوا، و 3% الباقين حلوا مخر شوية، ولكن كلهم إن شاء الله حلوا إلا بعض المكاتب اللي صارت فيها مشاكل صغيرة من بالأساس متعلقة بفوضى في الصف، على خاطر فما أعوان تاع إيزيد نعرفوا كانوا موجودين قبل، ولكن مرة هذه 3 أعوان يعني ما ثماش عون في الصف. وبخصوص الإخلالات فتتمثل أساسا في إشكالية لوجستية على غرار عدم توفر الأقفال في بعض مكاتب الاقتراع، ما تسبب في تأخر فتح هذه المكاتب. ولكن 99% من المكاتب في تونس كانت عندها كافة المعدات الرسمية اللازمة للعملية الانتخابية، وذلك علاش فتح المكاتب مرة بسلام، و1% قاعد بشوية بشوية يقع تفاديهم من عند ليزي، قاعدين نتبعوا العمليات أول بأول. بعض المكاتب اللي قاعدة عندها إخلال هذا من ناحية الأقفال كما قلت استناوا ساعة، ولكن المعلومة المهمة على الأقل بالنسبة لنا للمواطن التونسي وللناخب والمترشحين اليوم العملية تاع الفتح تمت بسلام. كما رصدت شبكة مراقبون وإلى حدود الساعة 11 صباحا حضور أعضاء هيئة الانتخابات في مكاتب الاقتراع، وبنسبة 26% كان الحضور نسائيا. إذن قراءة في أجواء الانتخابات العامة وتلك المتعلقة باليوم الاقتراع اليوم الأحد نستفيض فيها الآن مشاهدينا مع ضيف الأخبار المختص في الشأن القانوني والانتخابي ذاكر العلوي. أهلا بك أستاذ ذاكر. إذن كيف تقيمون من جهتكم سير عملية الاقتراع وتقدم فرز الأصوات بعد أن استمعنا إلى رأي المنظمات الوطنية لملاحظة الانتخابات والمنظمات الدولية؟ هي الملاحظات الأولية أنه عملية الانتخابات جرت بسلاسة، الأطراف المتداخلة في الانتخابات وأبداوها بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجحت في إدارة العملية الانتخابية. بالنسبة للمترشحين وبالنسبة للناخب هناك بعض التحفظات، لأنه الأرقام التي قدمت 3 ملايين ناخب هي نفس الأرقام تاع 2014، معناها فين مشاو 1,700,000 على الأقل مسجلين جدد، النسبة هي أقل من نسبة 2014. نلاحظ أنه ما بين انتخابات 2011-2014 والانتخابات البلدية وهذه الانتخابات نسب المشاركة هي في هبوط وليست في صعود. هذه تطرح بعض الأسئلة حتى على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجميع الفاعلين السياسيين وجميع الأطراف المتداخلة في الانتخابات. أستاذ، ربما التقرير التالي سيقدم ربما إجابة نسبية عن هذا التساؤل، ما سبب هذا التراجع؟ عدد مترشحين كبير هو الأول من نوعه في تاريخ الانتخابات الرئاسية التونسية، وتصويت يصعب الجزم معه بخصوص غلبة مترشح على الآخرين، مشهد انتخابي جديد وفارق يسيطر على الساحة الوطنية يحتفظ فيه الاستحقاق الرئاسي وسابق أوانه بنكهته الاستثنائية حتى اللحظات الأخيرة قبل إعلان النتائج الرسمية. تبرز تونس اليوم كأحدث الأنظمة الديمقراطية التي قطعت منذ الثورة مع مشهد انتخابي يقوم على هيمنة الحزب الواحد والنتائج المحسومة مسبقا، وصارت العملية الانتخابية تحكمها ضوابط تسهر على احترامها هيئات دستورية ترصد أي مخالفات تخل بمبدأ الحياد والمساواة بين كافة المترشحين حتى لا تضر بشفافية الاقتراع وبالتالي بالمسار الانتقالي الديمقراطي. وهنا لعبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري دورا حيويا في تجذير التجربة الديمقراطية وتأصيلها، وربما كان الاختبار الأول لهذه التجربة الفتية التمكن من تنظيم انتخابات سابقة لأوانها بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، لتنتصر بذلك مؤسسات الدولة لعلوية الدستور رغم ما اعترى ذلك من صعوبات بما فيها تعديل الرزنامة الانتخابية.
ويرى محللون أنه أمكن تخطي كل التعقيدات بفضل مراكمة تونس التجارب الديمقراطية وأهمها المحطة الانتخابية لعام 14 و2000. اليوم تترسخ أكثر فأكثر بوادر حقيقية لمسار ديمقراطي، إذ لأول مرة تكون هذه الانتخابات مشوقة إلى درجة لا يعرف التونسيون من سيكون رئيسهم أو من الأوفر حظا من المترشحين للتأهل إلى الدور الثاني. وعلى غرار أعرق الديمقراطيات في العالم، سجل هذا الموعد الانتخابي تنظيم مناظرات تلفزية للمترشحين على مدار 3 جولات لتمثل سابقة في تونس وتاريخ العالم العربي. الحدث حظي بنسبة مشاهدة قياسية تجاوزت 4 ملايين مشاهد، ما يعكس اهتماما بالغا من الناخب على التعرف على المترشحين وبرامجهم وانخراطا في العملية الانتخابية. ويعد تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام أحد مقومات الديمقراطية، وفي تونس ربما شاءت الأحداث أن يتزامن موعد الاقتراع مع اليوم العالمي للديمقراطية. إذا ملامح أخرى لهذا المشهد التونسي الاستثنائي نتابعها الآن مع ضيف الأخبار الثاني الأستاذ في التاريخ وفي التحليل السياسي الأستاذ عبد اللطيف الحناشي. أهلا بك أستاذ عبد اللطيف. إذا كما كنا نستمع إلى ضيف الأخبار الأول الأستاذ والمختص في القانون والانتخابات ذاكر العلوي، يبدو المشهد التونسي يشهد تراجعا في نسب التصويت من استحقاق انتخابي إلى آخر، وربما يفسر هذا التراجع وفق كل مختص وكل مجال بأمر معين. هل ثمة ملامح أخرى قد تبرر هذا التراجع بالنسبة للمواطنين التونسيين؟ هي في البداية يجب القول أننا نعيش فعلا زمنا استثنائيا، باعتبار أن على الأقل هذه المشاركة هي أيضا استثنائية، وهذا نسبة على الأقل التراجع اللي هو نسبي وليس مطلق يمكن أن يفسر بالعديد من العوامل، خاصة في هذه الانتخابات. لربما هذا الزخم الكبير لعدد المترشحين 26 تقريبا مرشح لهذا المنصب، ثم هذا الزخم الإعلامي الكبير الذي وجده المرشحون أدى كل واحد منهم بدلوه في تقريبا كل القنوات الوطنية سواء الخاصة أو العمومية بل حتى الدولية، أشبع الناس بسماع هذه الأصوات، وكان بإمكانهم بطبيعة الحال هناك من دفعه هذا الخطاب أو ذاك لأن يشارك، وهناك من لم يقتنع بهذا الخطاب. وأيضا يبدو أن الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة قد ساهمت بتفاوت في نوع من لا أقول عزوف وإنما عدم مشاركة الناس في هذه المناسبة. كذلك يعني الناس خاصة على النخبة السياسية أداها وسلوكها السياسي خلال الفترة السابقة أثر بتفاوت كذلك في نوايا التصويت وفي سلوك المواطن التونسي. ولكن بشكل عام ومن خلال المعطيات التي تقدمت الآن تبدو النسبة محترمة. نحن إذا قارنا بما يجري في بلدان عريقة في المجال الديمقراطي والانتخابات نلاحظ أن تلك النسب هي أقل بكثير مما سجلنا الآن، وهذا أيضا مؤشر. ونتمنى بطبيعة الحال أن تتقدم، نحن ما زلنا في ديمقراطية ناشئة، وبالتأكيد مع مرور الزمن وخاصة مع تحقيق أو إنجازات اقتصادية اجتماعية يلمسها المواطن بشكل عام ستزداد ثقته في النخبة السياسية، وفي بالتأكيد أنه يساهم في تجسيد طموحاته بإذن الله. شكرا لك الأستاذ عبد اللطيف الحناشي المختص في التاريخ المعاصر وفي التحليل الرئاسي. وحتى نؤكد للمشاهدين فإن الرئاسة ليست منصبا إنما مؤسسة كاملة تطلع بأدوار هامة وتتفرع مهامها وتركيبتها بشكل قد يغيب عن بعضنا ويحضر عند بعضنا الآخر، فلنتبين ملامح هذه التركيبة ومهامها معا مشاهدينا. منصب رئيس الجمهورية لا يحجب ما تطلع به مؤسسة الرئاسة ككل من مهام، إذ هي تمثل مجسما مصغرا للدولة بما يتفرع عنها من إدارات ومصالح مدنية وأمنية. بهذه المؤسسة موارد بشرية هامة تزيد اليوم عن 3000 موظف. يساعد رئيس الجمهورية في إنجاز مهامه عدد من المستشارين في مختلف الاختصاصات وملحقين ضمن هيكل يسمى الديوان الرئاسي، والذي يعد القلب النابض لمؤسسة الرئاسة وعقلها السياسي. وتتم إدارة الديوان من قبل مدير،
ولرئيس الجمهورية حرية تحديد أعضاء الديوان الرئاسي بما في ذلك عددهم وهويتهم ومناصبهم. أما على مستوى الوظيفة الأمنية فتتعهد بها الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، كما تخضع تحت إشراف رئاسة الجمهورية مباشرة مؤسسات وهي المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ومصالح الموافق الإداري والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وشركة الخدمات الوطنية والإقامات والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وككل الوزارات يرصد قانون المالية كل عام ميزانية لمؤسسة الرئاسة لضبط نفقات التصرف والتنمية بها. وفي انتظار أن نعرف من سيكون ساكن قصر قرطاج الرئاسي الجديد، لنقوم بجولة مع المشاهدين عبر تاريخ هذا المعلم الوطني الذي يروي تاريخ بلد وحضارة شعب تمتد قرونا طويلة. قصر الرئاسة بقرطاج يستعد لفتح أبوابه استقبالا لساكنه الجديد. هذا القصر الذي يعد مقر عمل الرئيس وإقامته يحمل بين جدرانه تاريخ بلاد وحضارة تمتد على مدار عصور. البداية كانت مع البيات والرحلة تواصلت مع من تعاقبوا على هذا المنصب. القصر تاريخيا مش قديم ياسر ياسر بالمفهوم اللي يحسب القرون كما المؤرخين، انما يرجع للنصف الثاني من القرن التاسع عشر، معناها حوالي 1850 تقول انت، بناه الوزير الكبير مصطفى خزندار. صار الاستقلال والغيت المملكه التونسيه في 25 جويلية 57، وسي الحبيب استقر في قصر سعاده اللي توا تسمى قصر سعاده بلديه المرسى طويكة دار للاقمر الامير اقمر، في انتظار انه يلقى مكان فشرى باسم الدوله شرى القصر هذا. الرئيس لحبيب بورقيبه وقبل ان يتحول للاقامه في هذا القصر كلف المعماري الفرنسي من اصل تونسي اوليفيي كليمون كاكوب كلفه باجراء العديد من التعديلات وتوسعته. وتجسم الهندسه المعماريه ومواد البناء وزخرفه القصر ومحتوياته ما شهدته تونس من لحظات تاريخيه وحضارات تعاقبت على ارضها واسهمت في اثراء رصيدها الثقافي والتراثي والمعماري. المهندس الكبير كليمون كاكوب وسع القصر ذي خلى الماي سنترال وسع القصر وزاد فيه اجنحه على اليمين وعلى اليسار وكبر الحديقه بالطبيعه ولات حديقه كبيره واحاط الاسوار وكذا وصار ما يعبث بمقر السياده التونسيه او المسكن الاصلي لرئيس الدوله التونسيه. يتميز قصر الرئاسه بقرطاج بحدائقه الساحليه الساحره وقاعاته المختلفه حسب الوظائف والضيوف والمناسبات. حاجات المشهوره في القصر هذا عندك المكتب، مكتب رئيس الدولة التونسية، عندك المكتبة بتاع رئيس الدولة التونسية، عندك ما يتسمى برواق البيات لا غالغي دي بي، هي رواق في مجموعة من الصور بتاع بيات تونس. ثم كذلك قاعة الاستقبال الكبرى اللي يقبل فيها رئيس الوفود والضيوف، لكن فما قاعة الكبرى اللي تسمى سال دوغ العالية ذيك بالمذهب السقف نتاعها اللي هي سال بوليفالونت. يعني القصر فما مسرح صغير اميني تياتر كيما المسرح البلدي كان صغير ومينياتور، وكان هالمسرح هذا لعب دور كبير ثقافي. قصر الرئاسة بقرطاج الذي بقي لسنوات طويلة مقرونا عند التونسيين بسلطة ينتظر اليوم ساكنه الجديد، ومعه ستبدأ مرحلة أخرى من تاريخ البلاد. تغطية التلفزة التونسية المباشرة للانتخابات الرئاسية السابقة أوانها كانت محل متابعة العديد من التونسيين. عيون ترصد منذ ساعات صباح الأولى التغطية المباشرة لهذا الحدث السياسي والتي تؤمنها التلفزة الوطنية التونسية، الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، متابعة مستمرة لكل المواجيز الإخبارية والنشرات والبرامج التي تنقل لحظة بلحظة الإقبال على مكاتب الاقتراع للتصويت في كامل تراب الجمهورية. أنا ثقة في قناتنا التونسية تعطي فينا في معلومات محينة ودقيقة، ولي بوان دو بريس اللي قاعدين يسيروا كيف قاعدين توصلنا منهم معلومه كامله. نفس الشيء معناها نشوفوا فيكم تبارك الله متوزعين على كامل تراب الجمهوريه، مشكورين. رشفة التلفزه متابعه مستمره، عملوا متابعه مستمره واول باول ويعطيوا انفورماسيون معناها بالقدا باهي برشا، خدمه باهي. المواطن باش يبدا على باينه، يبدا فايق بكل شيء، يبدا عارف كل شيء، يعرف روحه، فهمني، وما يغلطوش معناها الفيسبوك، ما يغلطوش الواحد، ياخذ حاجه فورماسيون صحيحه. تفرجت
وقعدت برشا قدام التيلي وانا ما كنتش ننتخب، ما كنتش جاي ننتخب، وتشجعت وديجا بطاقه التعريف نتاعي كانت في الخدمه، تو خديت تاكسي مشيت جبتها وجاي باش ننتخب. هو تبارك الله، انت كي تقعد قدام القهوه كل شيء قاعدين يعديو فيه اون بلان، يعني شوف شنو عندك بالضبط، تحب تختار من ا جوسكا زيد، عندك من ا حتى 26 رئيس كيكا نجم تختار اللي تحب عليه، كل شيء يحكيو عليه. هذه التغطية الخاصة والحينية والتي شملت أكثر من 80 نقطة من أقصى شمال البلاد إلى أقصى جنوبها، أمنها أكثر من 100 صحفي و300 تقني ومصور أبوا إلا أن يكونوا في الموعد لتغطية هذا الحدث التاريخي ونقل آخر مستجداته بالصوت والصورة. كرزة تونسية في قلب الحدث، في قلب الحدث من خلال الصحفيين، من خلال التقنيين، من خلال مختلف العاملين. احنا توضمنا انتشار جغرافي في كل منطقة من تراب الجمهورية، هناك مراسل، جميع عمليات الانتخاب وعملية التصويت تتم من خلال مواكبة مباشرة حينية من التلفزة التونسية. ميزة السناء أنه جميع الإمكانيات المسخرة هي إمكانيات التلفزة التونسية، قبل كنا نستعين بخبرات وكذلك نستعين أيضا بتقنيات ووسائل من الجزائر الشقيقة أو من إيطاليا أو من عديد البلدان. السناء هذه إمكانيات التلفزة اللي قاعدين تشوفوا فيها. ياسر أنه الحدث هذا يكون موجود على التلفزة الوطنية والإعلام العمومي لأنه حدث وطني مهم، تعرفوا أنه الانتخابات راه كل 5 سنين مش كل يوم، من الواجب وأنه نوصلها لديار التوانسة الكل، انه نعطيو الحقيقه، انه نكذبوا الاشاعات، انه نعطيو مختلف الاشياء اللي من المهم انه يعرفها الناس. الانتخابات الحقيقه كانت فيها التلفزه التونسيه بامتياز للاعلام العمومي، وكان التتويج الاكبر هو المناظرات، وشفنا قداش نجحت. اليوم وقت اللي تفتح التلفزه الصباح تلقى ثم تغطيه. هذه التغطية كانت طريق المشاهدين لمتابعة هذا المسار الانتخابي، مسار لتكريس أكثر للديمقراطية. ننتقل الآن مشاهدينا إلى استوديو المرحوم نجيب الخطاب مع هذا العرض السريع لأهم ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي وتفاعلاتها آخر يوم الاقتراع مع الزميلة سوسن الشاهد. تفضلي سوسن، لك الكلمة. شكرا لك سامية، وأهلا بكم وأهلا بكل متابعي القناة الوطنية الأولى في هذا الموعد الإخباري الاستثنائي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 19 و2000. من المهم جدا متابعة الحدث الانتخابي على شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لرصد مجمل التفاعلات وصورة الانتخابات التونسية على بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية العربية والعالمية. إذا النجم نبدأ بأهم كتبة على بعض المواقع الإخبارية، مثلا موقع مونتي كارلو دولية، 7 ملايين تونسي بدأوا في انتخاب رئيسهم الجديد في استحقاق يشهد منافسة غير مسبوقة. موقع فرانس 24 أو 24 بالعربية، التونسيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم الجديد ووسط إجراءات أمنية مشددة. موقع أطلس أنفو، الانتخابات الرئاسية هي امتحان كبير نحو الديمقراطية الناشئة في تونس. أما موقع الشرق صفحة آس الإسبانية في نسختها العربية، تونس تحني أو تجني ثمار الديمقراطية. هذه فقط عينة مشاهدينا عن بعض المواقع الإلكترونية التي تداولت أخبار الانتخابات الرئاسية. طبعا هناك مواقع وصفحات إلكترونية أخرى تحدثت عن هذا الرهان الانتخابي وعن مدى التجربة الديمقراطية ومدى نجاحها أو مدى نجاح التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس. طبعا إلى جانب المواقع الإخبارية الإلكترونية التي تفاعلت مع الاستحقاق الانتخابي، هناك كان هاشتاغ تونيزيا ديسايدس هو الأكثر تداول على منصات التواصل الاجتماعي وأكثر انتشارا على الفيسبوك، تويتر، انستغرام، حيث بلغ عدد المتفاعلين عبرها حوالي 30 مليون حساب وتوزعت عبر تونس في المرتبة الأولى. أما فرنسا وأمريكا تأتي في المرتبة الثانية، ثم السعودية وكندا وبقية الدول العربية بنسب أقل. طبعا نمر كذلك إلى بعض التفاعلات الموجودة على شبكات التواصل الاجتماعي في علاقة بالنسب. مثلا هنا نرى مع بعض الصورة الأكثر تداولا والتي كان فيها شخص من ذوي الحاجيات الخصوصية ذهب ليؤدي الواجب الانتخابي، وكانت حقيقة صورة مؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي بين الفيسبوك، تويتر وعلى اليوتيوب. هنا في هذه الصورة نتابع الدول التي استخدمت شبكات التواصل الاجتماعي
الاجتماعي في علاقة بالشبكات التواصل الاجتماعي في علاقة بالانتخابات الرئاسية 19 و2000. طبعا تونس هي الأكثر باعتبارها البلد المنظم للانتخابات، ثم فرنسا، تليها الولايات المتحدة الأمريكية. تطور نسبة التفاعلات كانت بشكل بطيء، هي تقريبا يعني كانت تقريبا منذ الأمس حدود الساعة الثانية بعد الظهر إلى حدود الساعة الثانية ليلا، لم تكن يعني بشكل كبير، ولكن بلغت ذروتها اليوم تقريبا في حدود منتصف النهار أو الساعة الواحدة بعد الزوال طبعا، وتطورت كذلك في المساء. نمر إلى كذلك ربما تفاعلات المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي وكيف كانت انطباعاتهم بين الإيجابي والسلبي. طبعا بلغت ذروتها كذلك اليوم يعني بعد تقريبا في الصباح وفي حدود الساعة تقريبا 9:10 صباحا كانت تفاعلات إيجابية. أما أعمار مستخدمي الأنترنت فكانت مميزة بشكل واضح كما يشير لذلك الرسم البياني. نسبة الشباب يعني تقريبا فاقت 50%. أعمار أو نمر من أعمار مستخدمي الأنترنت إلى نسبة الرجال ونسبة النساء. كانت ربما نسبة الرجال الذين تفاعلوا مع الحدث الانتخابي على شبكات التواصل الاجتماعي كانت للرجال يعني بنسبة تجاوزت 50%، وقاربتها كذلك نسبة الإناث. يعني في الحقيقة لم تكن يعني الفارق كبير جدا بين نسبة النساء ونسبة الرجال. أما نسبة مستخدمي الأنترنت حسب الوظيفة والاهتمامات فكانت طبعا للصحفيين الذين استخدموا بشكل كبير شبكات التواصل الاجتماعي تفاعلا مع الحدث الانتخابي. يأتي في مرتبة ثانية كل المدونين بنسبة 15%، بنسبة 15%، ثم يعني المواطنين بصفة عادية، المثقفين كانت النسبة أقل، ولكن النسبة الأعلى كانت بالنسبة للصحفيين والإعلاميين. ولكن هنا نتحدث على الأخبار الزائفة الفيك نيوز. تم تداول اليوم صورة الرئيس محمد الناصر وهو يؤدي واجبه الانتخابي، كانت هذه الصورة على اليسار. هناك صورة في الانتخابات البلدية 18 و2000، فيما كانت الصورة الصحيحة اليوم هذه الصورة على يميني وهو يؤدي واجبه الانتخابي. هنا يعني فقط بعض التنويه بمسألة الأخبار الزائفة حتى لا يسقط متتابعي الشبكات التواصل الاجتماعي في الأخبار الزائفة. تقريبا هنا هذه آخر صورة سامية أنت وكل متتبعي القناة الوطنية وأخبار الثامنة. أعيد لك الكلمة زميلتي وشكرا على كل المتابعين. شكرا لك يا زميلة سوسن الشاهد، كنت معنا من استوديو 900 استوديو المرحوم نجيب الخطب. الانتخابات الرئاسية السابقة أوانها كانت محط أنظار العالم وحديث وسائل مختلف وسائل الإعلام الأجنبية والعربية. التونسيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم الجديد وسط إجراءات أمنية مشددة، هكذا اختارت قناة فرانس 24 أن تعنون تقريرها حول سير العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع. وعلى موقعها الرسمي وردت قناة بي بي سي عربي أن متحدثا باسم وزارة الدفاع التونسية صرح أنه تم نشر أكثر من 50,000 رجل أمن تونسي لتأمين نحو 4,000 مركز انتخابي في جميع ولايات البلاد. التونسيون ينتخبون رئيسا وعين على جولة ثانية، عنوان مقال لقناة روسيا اليوم على موقعها الإلكتروني. وجاء في المقال أنه في ظل تقارب فرص وحظوظ أكثر من مرشح تشير كل التوقعات إلى صعوبة فوز أي مرشح من الجولة الأولى بحصوله على أكثر من 50% من أصوات الناخبين. القناة الصينية سيجيتيان من جهتها خصصت مقالا حول الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها تحت عنوان انطلاق الانتخابات الرئاسية في تونس تحت مراقبة لجان محلية ودولية. وجاء في جريدة العرب اللندنية أن تونس تشهد انتخابات رئاسية يصعب التنبؤ بنتائجها نتيجة التشابه بين برامج مرشح الرئاسية. وعنونت جريدة واشنطن بوست مقالها حول الاستحقاق الانتخابي بتونس الديمقراطية الوحيدة في الربيع العربي تختار رئيسا جديدا. وعلى موقعها الإلكتروني نشرت جريدة الشرق الأوسط مقالا تحت عنوان 7 ملايين تونسي ينتخبون اليوم رئيسا جديدا بالتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات البرلمانية. وفي مقالها حول الاستحقاق الانتخابي تحدثت جريدة الأهرام المصرية أن هذه
ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ تونس، وهي الانتخابات الرابعة بشكل عام التي تنظمها تونس خلال فترة الانتقال السياسية بما في ذلك التشريعية والبلدية وانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أعقاب الثورة. وأضافت الجريدة أن انتخابات الرئاسة لهذا العام تشهد منافسة محتدمة يصعب التكهن بنتيجتها مسبقا في ظل تواجد 26 مترشحا في الدور الأول. إذن نهاية الموعد الإخباري مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. غلق مراكز الاقتراع وأكثر من 45% نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية سابقة أوانها. منظمات وطنية وهيئات دولية لملاحظة الانتخابات الرئاسية سابقة أوانها تؤكد أنها جرت في مناخ جيد. والعملية الانتخابية في تونس محط أنظار العالم وأحاديث مختلف وسائل الإعلام الأجنبية والعربية. تابعونا مشاهدينا في نشرتين لاحقتين، 10 مساء ومنتصف الليل، وكل مستجد تتابعونه معنا مباشرة أيضا من قصر المؤتمرات مع ندوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومع الزملاء في الإنتاج. سهرة طيبة.